كما التقى بعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية واستمع لآرائهم واستفساراتهم المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ كلامي بأن أنا أوجه لكم جميعا التحية والتقدير والاحترام والإعجاب، وكمان بانيكم وبتمنى لكم كل التوفيق. انتم شباب، الدنيا كلها قدامكم، ربنا يديكم الصحة ويحفظكم ويحميكم، ربنا يمد في عمركم، العمر كله قدامكم. واحنا هنا في الأكاديمية حرصنا على ان احنا لكل اللي موجودين كل القطاعات ان احنا نقدم لهم افضل ما عندنا في كل شيء. انتوا جاهزين، متعلمين كويس، عشتوا فترة طالت او قصرت واستفدتم منها اكيد. فطب انتوا جاهزين لبكرة بتاعكم برضو اكيد. وده كلام مش بقوله عشان افرحكم او يعني اقول كلام معنوي، لا لا، دي حقيقة. وكل جهدنا وزيارتنا ليكم هو كان الهدف منها دايما من اول الانتقاء والاختيار لغاية التأهيل والجدية فيه، الهدف منها ان هي يبقى برامج التعليم اللي موجودة فيها اكثر تطورا من اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. حاولنا في خلال المدة دي يعني نكون ايجابيين معاكم ونساهم في بناء شخصية متوازنة الى حد كبير. موفقين ومبروك مقدما، وان شاء الله الحفلة بتاعتكم نبقى لو كنا من اهل الدنيا نشوفها، ونسعد بتخرجكم واسركم تسعد بتخرجكم. اي سؤال بقى؟ ايمان عادل محمود، دورة اولى معلمين. احنا يمكن فينا كتير كان بيعمل ممارسات غير مقصودة واهداف قصيرة المدى عشوائية بعض الاحيان، متباعدة عن بعضها ومش مكملين بعض. لكن بجد بعد ما جينا ودرسنا كتير من المواد اللي درسناها نظري وارسخت مبادئها تطبيقات عملية شفناها من القيادة المؤسسية في ضبط السلوك، او احنا عندنا الانضباط، لكن هو زاد فاعلية وقدرة، مواعيد صحيان. لكن الحكاية في لا، احنا في مفاهيم ما كانتش عندنا راسخه زي قدره دي انا كنت مفكراها عن نفسي ان انا اقدر اعمل، طلعت قدره لا، مش ما اقدر اعمل قدره، يعني مجهود، يعني فريق عمل، يعني اقتصاد او استثمار او بدائل انا المفروض اوفرها وادرسها، يعني دراسه للماضي والحاضر وتنبؤ بالتحديات اللي انا هيتم مواجهتها. قدره قائد، كلمه قائد يعني مش مدير بيقعد على المكتب ويدي اوامر، قائد يعني مؤثر، يعني ملهم. مع كلمة مؤثر، هو التأثير سلبي وإيجابي، هو في قائد ما يبقاش مؤثر إيجابي خالص، لكن هو لازم يبقى قدوة زي ما حضرتك قلت. أنا استلهمت كلامي من حضرتك، هو القائد يعني هو لما هيقول أعمله هو هيفضل طول النهار يتنقل بين الأدوار عشان يتابع لطلبه. هو القائد اللي هيفعل كل نشاط في الكتاب، ومش هيبقى نشاط يتكتب في دفتر تحضير المدرس، هو هيعمله، هيوفر له ده، هيساعده لانه عارف انه ما عندوش، وانه لو طلب منه وسابه المفروض هيحط من جيبه، هو هيوفر له بدائل لده. هو يعني كده قائد، يفضل معاه من الاول للاخر، يحط هدف طويل المدى، يسعى طول الوقت لتحقيقه ويتابعه، يدرس من تجارب اللي فاتوا من كل الناس اللي مروا عليه ويبني عليها ويضيف ليها ويحذف منها ممارسات خطا او صح. هو ده دور القائد، وهو القدرة ان انت توفر له كل اللي هو محتاجه وتحفزه وتقول له برافو، سواء لطالب او لمعلم، سواء في الجانب الرياضي اللي انت ما بتعملوش، هو الولد خد بطولة بره بس انا هكافئه، سواء في الجانب الفني اللي انت هتجيب له بدائل بسيطة، او تقول له اعمل ريسايكل او ريوز، اعمل للخامات البيئة وتصالحه على بيئته ومجتمعه، على ولي امره وتسخي فيه قيم وممارسات، تقول له احترم بابا، واجيب له في اي مناسبة حد من بره كبير في السن اطفى او عمل ممارسة كويسة، واقول له هو ده اللي انا كنت بقول لك احترمه، هعمل قدامه وهحترم المدرس الكبير عندي في السن، حتى لو عمل حاجه غلط هوجهه بطريقه لائقه، لان انا مش هقول له كلام وانا بعمل غيره. هو ده القائد، وازاي يوفر قدره. بجد انا استفدت جدا من المحتوى اللي خدناه والتطبيقات العمليه اللي اتمارست. شفت قدره المؤسسه لما تعوز تعمل حاجه في وقت قليل بتعمل ايه وبتتصرف ازاي. ده كله أطفى فيها جوانا حاجات كتير قوي. فبقول لحضرتك لا، اطمن، احنا مش بعاد قوي نعد أن نؤدي واجبنا بشرف لحماية الوطن. شكرا. شكرا جزيلا. وكلام اللي انت قلتها إيمان كلام يسعدني قوي، ان ده الروح اللي موجودة عندكم، وان شاء الله ان شاء الله تنعكس على البرامج اللي انتوا هتشتغلوا بيها.
فانت لما تيجي تعملي في مدرستك اللي انت بتقولي عليه ده، انت هتجد زمايلك المدرسين والمدرسات ابناء او بناتهم موجودين عندك في المدرسه، هتجدي دعم وتخدير يخليكي تعملي قد ده مره واتنين وعشر. لا دي هتبقى رساله كبيره جدا، انت يومك هيبقى يوم شيك وجميل ورائع، وهتروحي البيت بطاقه كلها خير لو عملت كده. طيب اتفضلي. هبه علي الزيادي، دوره القياده التربويه والامن القومي. اتقدم باقتراح لانشاء منصه الكترونيه تكون بالتعاون ما بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه والتعليم لصالح الطلاب الرياضيين في مصر، تمكن الطلاب من اداء اختباراتهم التعليميه بشكل اونلاين بشكل يتوافق مع مواعيد البطولات بتاعتهم، وبكده ممكن كمان نفعل التعليم الهجين. حاضر، الموضوع ده ندرسه مع بين وزاره الشباب والرياضه وبين وزاره التربيه والتعليم ونشوف ايه اللي ممكن نتعمل فيه. شكرا. شكرا يا هبه. طالب مقاتل محمد عيسى احمد الدريني، دوره رقم 1 تربيه وتعليم. تمام يا فندم، انا بستاذن سيادتك في اطلاق مبادره تتظافر فيها جهود وزاره التربيه والتعليم والاعلام لانتاج بعض الافلام الوثائقيه الكرتونيه القصيره التي تعرض على وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف منها ان احنا ننشر القيم والاخلاق وترسيخ مبادئ الدوله المصريه. انا بشكرك يا محمد على المقترح ده. اللي انا عايز اقول ان الادب والقيم بالمعايشه، المدرسه بتعمل جزء والاعلام بيعمل جزء والاسره بتعمل جزء، الوعاظ في المساجد والرهبان في الكنائس بيتكلموا على القيم والاخلاق في كل مناسبه من المناسبات. شكرا يا محمد. اتفضلي. فاطمه زهراء احمد انور من دوره الدبلوماسيين. انطلاقا من اهميه الدائره المتوسطيه في السياسه الخارجيه المصريه، هناك العديد من المبادرات التي قامت بها مصر مثل منظمه غاز الشرق المتوسط ومد خطوط كابلات كهربائيه والتصدير الغاز المسال لدول شمال المتوسط، وبالاضافه الى اليه التعاون الثلاثي مع دولتي اليونان وقبرص ووجود علاقات ممتازه مع دول شمال المتوسط. ما رؤيه الدوله المصريه في البناء على هذه الجهود لتعزيز الارتقاء بالعلاقات بين الدول مع مصر مع دول شمال المتوسط ولتعزيز التكامل الاقليمي؟ شكرا. والله يا فاطمه انت وانت بتحكي وتقدمي الموضوع انت تقريبا جاوبتي عليه، لكن خليني اكمل لك. انت قلتي منتدى شرق المتوسط وكده، وده اللي احنا عملناه هنا في مصر، وكان الهدف منه ان احنا نعمل تجمع يتيح لنا ان احنا يعني نبقى هب لموضوع الغاز ده، ودلوقتي بنتكلم عشان نبقى برضو في مجال الطاقة الجديدة المتجددة الهيدروجين الأخضر وكلام من هذا القبيل. الربط الكهربائي مع اليونان، احنا شغالين في ده مش بس مع اليونان، لا حتى مع الإيطاليين ان احنا نعمل ربط كهربائي معاهم. طب الغاز المسال، احنا عندنا محطات غاز مسال في ايدكو مريوت، احنا كل الغاز اللي موجود عندنا بيتم تصديره للدول اللي هي محتاجاها، انا بتكلم هنا على دول الشمال. طب هل في فرصة لتعاون اكتر من كده؟ هو الهيدروجين الاخضر هو الفرصة اللي موجودة دلوقتي ان احنا نوفر عندنا اراضي شاسعة جدا جدا ممكن تولد طاقة شمسية وطاقة رياح، والطاقة دي يتم طاقة خضراء يعني ممكن يتم توليد بيها الهيدروجين، والهيدروجين يتم نقله إلى أوروبا أو إلى الدول اللي هي عايزة هذه الطاقة يعني بالطريقة ديت. ده المستقبل اللي ممكن مصر تحط اسمها فيه، فاحنا ماشيين في المجال ده بشكل كويس يعني. اتفضلي. طالب مقاتل محمود عبد الرحمن محمود وضيف من قوة مدرسة المشاة. سيادتك يا فندم، أنا كنت مبعوث لدولة بريطانيا الأكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية لمدة سنة في مولسة راجع، وأول ما رجعت رحت لزيارة الأكاديمية العسكرية المصرية الجديدة، وجدت تطابق ما بين الأكاديميتين كبير قوي، ووجدت كمان مدى إتاحة من تغذية ورياضة في الأكاديمية الجديدة سيادتك يا فندم ما شفتوش في بريطانيا. ده من الناحية الإدارية. من الناحية التعليمية، ما عرفت إن كل طالب هيبقى ليه كابينة بالكمبيوتر الخاص بيه اللي هيبقى متوفر ليه كل حاجة عليها في سيادتك يا فندم، بالإضافة للامتحانات هتبقى بالمنظومة، وده نظام قريب جدا من النظام اللي أنا كنت بعصره في إنجلترا سيادتك يا فندم، وده نظام ناجح جدا جدا وبيوفر مجهود وبيوفر للضابط وللطالب. فأنا كنت لما شفت الحاجات دي في الأكاديمية الجديدة حسيت بفخر كبير قوي، وحبيت اشكر حضرتك على انشاء هذا الصرح العظيم سيادتك يا فندم. انا اللي بشكرك يا محمود، والحمد لله على السلامه وبالتوفيق ان شاء الله. وانا عايز اقول لك على حاجه، لما جينا نعمل اي حاجه بنيجي نعملها محمود هنا بنحاول ان احنا نستفيد
يعني من الآخرين وما يعني ومستوى التطور والتقدم اللي موجود عندهم يعني. ويبقى شيء، احنا عملنا اللي هو المطلوب كبنية ميكنة كفصول كعنابر يعني كل هي متطلبات اللي ممكن تسهل عملية التعليم. يتبقى الإنسان، لأن لو ده اتعمل وما احنا ما اهتمناش بالإنسان يا محمود كويس وما عملناهوش كويس وقبل ده نختاره كويس. اتفضل يا محمود. عنان إيهاب حسان، وزارة النقل، الهيئة القومية للأنفاق. في ظل تطور وسائل المواصلات داخل منظومة النقل يا فندم، هل من الممكن تطبيق نظام أو برنامج وعي متكامل للشباب له القدرة على تغيير سلوكيات المواطن تجاه ممتلكات الدولة اللي هي في الأساس ممتلكاته يا فندم، القائمة على خدمته، وتغيير السلوكيات بشكل عام حتى خارج المنظومة يا فندم؟ كل حاجة ممكن طبعا. عناني أنت مهندسة؟ أيوة يا فندم. طيب أهلا بيك. طب تفضلي استريحي، تفضلي. شكرا. طبعا كل حاجة ممكن تتعمل. من ضمن الحاجات اللي ممكن تساهم في تغيير الذوق العام للناس وتصرفاتها يمكن هو جودة الوسيلة. أنا لما بكون واقف وشايف مترو جميل قوي ومحطة جميلة جدا موجودة، في فرصة إن الكلام ده يمشي. عايزة تقارني ما بين القطر اللي كان موجود دلوقتي والمترو اللي كان موجود دلوقتي واللي بنجيبه وبين اللي كان موجود من 15 سنين، وانت تعرف ان احنا المحطات اللي بنعملها ازاي. احنا جددنا كل حاجة عنان. وزارة النقل خدت 2 تريليون جنيه، 2000 مليار.